باتت حديقة حيوان تشابولتيبيك في مكسيكو سيتي تصنف على أنها موطن لأكبر اثنين من حيوان الباندا العملاق سنا، اتخطيا متوسط العمر المتوقع لهما والذي يصل إلى 20 عام، وكانا لا يزالا بصحة جيدة. وولد شوان شوان 30 عاما وشين شين 28 عاما في الحديقة بفضل برنامج تكاثر بدأ قبل عقود، حين كان الحيوان هذا على شفا الانقراض. Entonces ella ya está acostumbrada, no le cae de sorpresa a los, y las azotan las placas y todo para que ella se acostumbre, ¿no? Okay. Y ahí está la placa, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la intemperie. Entonces usamos domis, un domi de un aparato rayos X.